أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم، وانصر ويدهم مقتدى. يا الله يا محمد يا علي يا صلى. لا يزال الكلام فيما خرج على مقتضى الأصل. قلنا الإعراب إلى أربع حالات: الرفع والأصل به شنو؟ أن الكلمة تأخذ ضمة. النصب والأصل في أن الكلمة تأخذ فتحة. الجر والأصل في أن الكلمة تأخذ كسرة. الجزم والأصل في أن الكلمة تأخذ سكون. توجد كلمات خرجت على هذا الأصل بحالة الرفع ما تأخذ ضمة، بحالة النصب ما تأخذ فتحة، بحالة الجر ما تأخذ كسرة. كلمات خرجت على مقتضى الأصل. أول باب خرج على مقتضى الأصل الأسماء الخمسة. ثاني باب المثنى. الباب الثالث جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم، واضح؟ جمع المذكر السالم مثل مقاتلون، مقاتل، مقاتل. أريد أجمعها بالواو والنون، أعطيها واو أعطيها نون، مقاتلون، واضح؟ محارب، محاربون، مذنب، مذنبون، زيد، زيدون، وهكذا، واضح؟ فأعطيها واو ونون، فترفع هذه الكلمات بالواو والنون وتنصب وتجر بالياء والنون، بالياء، واضح؟ فإذا ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، شو تقول؟ مقاتل، جاء المقاتلون، جاء المقاتلون، المقاتلون فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الواو. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه جمع مذكر سالم. واضح الكلام إخواني؟ مسلم، ها، رأيت المسلمين، عفي، المسلمين، رأيت فعل وفاعل، والمسلمين مفعول به منصوب بالياء بدلا عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. هذا الكلام واضح. أحسنت إلى المؤمنين، أحسنت إلى حرف جر، المؤمنين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء بدلا عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. ما به شيء، القضية جدا سهلة. والسؤال راح يتوجه لمن؟ راح يتوجه العباس. لماذا بما يجر، بما يجزم جمع المذكر السالم؟ اي اي ها بمن يجزم؟ شو تقول انت؟ ها، لا جزم في الاسماء. جمع المذكر السالم اسم، والاسماء ما تجزم، ما عندنا جزم ها باللغه العربيه، لا يجزم الاسم. خوش. سؤال: لماذا أطلقنا على هذا الجمع جمع مذكر سالم؟ ليه سميته سالم؟ خالي من الإضافة. ها، خالي من الإضافات. كتبوا، كتبوا حتى نعرف العنوان، مو إحنا ما نقدر ندخل بالبحث، لازم أكو فد مواضيع ننقحها أذكرها لكم. الجواب: لأنه سلمت بنية واحده عند جمعه. لأنه سلمت بنية مفرده عند جمعه. عند جمعه، عندك بسطية، واضح؟ شوف مسلم، شوف البنية، بنية الكلمة، الحرف والحركة الموجودة عليه. مسلم، مسلم، الميم شنو عليها؟ ضمة. السين شنو عليها؟ س.
سكون. سكون مسلي اللام. اللام مكسورة. آه جوها كسر. مو الميم اللي بعد اللام ما له علاقة بيها. اجمعها إلي بالله. مسلمون. 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 لا مو على الواو تباوع. باوع لل الضمة على الميم بقت على حالها. نعم. السكون اللي على سين بقت على حالها. نعم. الكسرة جوا اللام بقت على حالها. نعم. إذا هذه الكلمة ها سلمت بنيتها. عرفت بنية الكلمة شنو؟ من أقول بنية الكلمة يعني حروف الكلمة مع الحركات التي عليها. مؤمن. مؤمن. مؤمنون أيضا نفس الكلام. واضح؟ لذلك شوفوا سمينا سالم لأنه المفرد. من أجيب كلمة مفردة وأجمعها هذه الكلمة شرح تكون تبقى على حالها. إيش يقول الحروف على الحركات تبقى على حالها. ها أبو علي تلقى صراحة له يا الله السبوع إن شاء الله يا التسجيل جالس هذا الكلام واضح إن شاء الله نعم إن شاء الله إن شاء الله واضح زين جمع المذكر السالم تارة يكون بالاسم الجامد وأخرى يكون بالصفات شنو شرائط الاسم الجامد لأن عندنا اسماء جامدة وعندنا عندنا اسم جنس هسه عامر عامر اسم على ذات مو عباس اسم على ذات اسم على هذه الذات هذا اسم علم الأسد اسم علم بينما رجل على كل ما مسمي به شخص معين وإنما شنو اسم جنس يعني شامل شامل فإذا كان اسم علم عامر نعم هذا يجمع جمع مذكر سالم وإذا كان صفة لها شرائط معينة اسم العلم إلى شرائط والصفة إلها شرائط ما هي الشرائط يأتي إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.